ما هي الأسباب لقيامة المسيح؟ قام المسيح ليعطينا الحياة الأبدية معه، لأننا نؤمن بقيامة المسيح نؤمن أننا سنقوم أيضا بأجساد ممجدة روحانية خالدة وغير قابلة للفساد من مرض أو موت، أجساد تناسب الملكوت السماوي الجديد. قام المسيح ليقدم كفارة كاملة تامة ونهائية لخطايا البشرية، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. قام ليكون شفيعنا أمام الله. قام المسيح ليعالجنا من تأثير سم الخطية الفظيع، الموت والهلاك الأبدي. لقد دمر مملكة الشيطان إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، وها هو الآن يعلن عن نفسه الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين ولي مفاتيح الهاوية والموت. قام المسيح ليعلن رسالة الملكوت الجديد لكل العالم، أعطى المأمورية العظمى أن نكرز لكل الخليقة وأن نتلمذ جميع الأمم. قام المسيح ليعطي أتباعه حياة جديدة وقوة جديدة، أعطاهم قوة الروح القدس ومنحهم القوة على كتابة العهد الجديد. قيامة المسيح فريدة ومتميزة من بين كل ديانات العالم، فقط المسيحية التي تؤكد أن مؤسسها هو حي، بينما تتمحور الديانات الأخرى حول الشرائع والطقوس، أما المسيحية فتتمحور حول شخص حي له السلطان أن يغفر الخطايا وأن يبرر وأن يشفي وأن يعطي الحياة الأبدية وضمانها. الإيمان بقيامة المسيح جعلت المسيحية أسرع ديانة في انتشارها ونموها في العالم. لقد غيرت حياة الملايين، غيرت شعوب ونشرت الحضارة والقوانين، ساعدت روحيا واقتصاديا. والجدير بالذكر أن المسيحية تأسست على دم الشهداء التي نشرت الحرية الحقيقية وأعطت قيمة حقيقية للبشر. والقيامة جعلت أعيننا لا على هذا العالم بل السماء. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. بسبب القيامة عندنا التأكيد والضمان للخلاص والحياة الأبدية في الحاضر. بسبب القيامة أعطتنا التأكيد أن حضور وسلطان المسيح متواجد في حياة الكنيسة. والقيامة أعطتنا الرجاء المبارك أننا سنقوم ونكون معه. والقيامة برهان أنه يوما ما سيرجع المسيح كالملك والديان ليجازي ويكافئ أو يعاقب. ماذا تعني لك القيامة؟ مكتوب: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. صلاتي أن تختبر قوة المسيح الحي لخلاص نفسك وشفاء لك من كل الأمراض الجسدية والنفسية والروحية.